بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب المرحلة الابتدائية الصف الرابع الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتشرف بشرح منهج مادة العلوم، ونفتكر مع بعض ان احنا اخذنا في الترم في الفصل الدراسي الأول الأجهزة. الأجهزة في جسم الإنسان، منها الجهاز التنفسي وسبق شرحه، واليوم نستكمل شرح الأجهزة ونتذكر مما يتكون جسم المخلوق البشري. جسم المخلوق البشري وحدته الأساسية أطلقنا عليها من قبل اسم الخلية، وعرفنا الخلية بوحدة بناء المخلوق الحي، وذكرنا أن مجموعة الخلايا تكون لنا ما يسمى بالنسيج. مجموعة من الخلايا ومجموعة الأنسجة، ومجموعة الأنسجة تسمى أو تعطينا ما يسمى بالعضو. يبقى العضو مجموعة من الأنسجة، ونصل إلى مجموعة الأعضاء التي تكون ما يسمى بالجهاز، ويكون جسم المخلوق البشري من مجموعة أجهزة. إذن مجموعة الأجهزة تكون جسم المخلوق الحي. وبعد دراستنا للجهاز التنفسي، اليوم سنتذكر جهاز آخر مهم جدا جدا للكائن الحي، وهو الجهاز الدوري. فمما يتكون الجهاز الدوري؟ يتكون الجهاز الدوري من ثلاث أقسام رئيسية. ما هي؟ هي القلب والأوعية الدموية والدم. أولا نبدأ دراستنا بالقلب. ما هو القلب وما أهميته وماذا يفعل أو ما وظيفته في الجهاز الدوري؟ القلب عبارة عن عضلة تضخ الدم في الأوعية الدموية، حجمها في حجم قبضة اليد. يوجد في القفص الصدري بين الرئتين، يميل إلى الجانب الأيسر. ده القلب. نقول تاني، القلب يوجد في القفص الصدري، حجمه في قبضة اليد، ويوجد بين الرئتين، ويميل إلى الجانب الأيسر. وظيفته إيه؟ طب ده مكانه أين يوجد أو ما وظيفته؟ وظيفته هو ضخ الدم، يعمل على ضخ الدم. والدم في أجسامنا بينقسم قسمين، نوع من الدم غني جدا بالأكسجين، والنوع الآخر بيكون غني بثاني أكسيد الكربون والفضلات. فبنقول يعمل على ضخ الدم في الأوعية الدموية، بحيث
يحمل الدم الغني بالأكسجين. من أين يحمله وأين يذهب به؟ الدم الغني بالأكسجين بيجي من عند الرئة يروح للقلب. القلب يوزع بعد كده الدم الغني بالأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم. إذن يحمل الدم الغني بالأكسجين إلى خلايا الجسم. طب ويعمل إيه كمان؟ ينقل. ينقل هو إيه اللي بينشأ أو إيه اللي بينتج من عملية التنفس؟ لما كده أخد أكسجين، عملية الزفير أطلع ثاني أكسيد الكربون، يبقى ينقل ثاني أكسيد الكربون وباقي الفضلات ينقلها من أجزاء الجسم إلى القلب. من أجزاء الجسم، من أجزاء الجسم، وفي الحالة دي يخرجها عن طريق أجهزة الإخراج. يبقى ينقل ثاني أكسيد الكربون والفضلات من أجزاء الجسم ويوصلها إلى أجهزة الإخراج. طيب احنا كده اتكلمنا على أول جزء اللي هو كان اسمه إيه؟ القلب. عايزة اتكلم على تاني حاجة وهي الأوعية الدموية. يعني ايه كلمة الأوعية الدموية؟ الأوعية الدموية هي الممرات في جسم المخلوق الحي التي يمر من خلالها الدم، زي الأنابيب اللي بيمر فيها المية، الدم كمان بيمر في الممرات دي اللي موجودة في داخل الجسم، وتنقسم هي بدورها أيضا إلى ثلاث أقسام. إيه هما أقسام الأوعية الدموية؟ عندي ما يسمى الشرايين. وعندي ما يسمى بالشعيرات الدموية. وعندي ما يسمى بالأوردة. ما معنى الشرايين؟ الشرايين هي كل وعاء دموي يحمل الأكسجين والطعام المهضوم والماء. يحملهم منين؟ من الجهاز الهضمي إلى جميع خلايا الجسم. يبقى الشرايين وظيفتها في الأوعية الدموية أنها تحمل الدم الغني، قلت ثلاث حاجات، بالأكسجين والغذاء أو الطعام المهضوم والماء. منين؟ من القلب. الشرايين هي الأوعية التي تخرج من القلب، يبقى تحمل الدم الغني بكل دول وتخرج من القلب إلى من القلب إلى خلايا الجسم. لو حبينا نرسمها هنرسمها بالطريقة دي. آدي الأنبوبة أو الوعاء الذي يمر به الدم النقي أو الدم المحمل بالأكسجين، ويبدأ يتفرع إلى جميع أجزاء أو خلايا الجسم. في خلايا الجسم ماذا يحدث؟ يبدأ الأوعية أو الشعيرات الدموية الجدر بتاعتها دي رقيقة جدا، فتسمح بتبادل الغازات، تاخد منها أو تديها غاز الأكسجين وتسحب منها ثاني أكسيد الكربون الناتج عن احتراق الغذاء فيها. يبقى لما أتكلم على الشعيرات الدموية دي أوصفها بأنها أوعية دموية جدارها رقيق جدا، لكي يسمح بمرور الأكسجين وثاني أكسيد الكربون من خلالها.
ولما اجي هنا ابص الاقيها هتبدا تدي الاكسجين وتديني وينتج ثاني اكسيد الكربون، وتبدا تجمع مره ثانيه اللي بالازرق دي تديني او تتجمع في وعاء ثاني يحمل الدم الغير نقي، او بنقول يحمل الدم المحمل او الغني بثاني اكسيد الكربون وباقي الفضلات. يبقى الشعيرات الدمويه لما وصفناها هنا ده كده بنسميه شريان، وده بنسميه وريد، ودي شعيرات دمويه. يبقى الشعيرات الدمويه هي اوعيه قلت لها جدار رقيق، والسبب ايه؟ عشان لما يجي لي سؤال علل للشعيرات الدمويه جدار رقيقه ليسمح، جدار رقيق ليسمح بمرور الاكسجين وثاني اكسيد الكربون من خلالها. بعد ما بقى اصبح الدم دلوقتي عندي غني جدا بثاني اكسيد الكربون، مين يحمله وينقله ويرجعه مره تانية للقلب؟ الاورده. يبقى الاورده ايضا هي اوعيه دمويه ولكنها غنيه بثاني اكسيد الكربون بس لا والفضلات، الفضلات الناتجه من الجهاز الهضمي. يبقى الاورده هي اوعيه دمويه تحمل الدم الغني بثاني اكسيد الكربون والماء والفضلات. هتوديها فين بقى؟ ترجعها مرة تانية للقلب والفضلات إلى القلب. نكمل كلامنا. واقول ايه شكل الاسئله اللي ممكن تجي لي هنا. اجي اقول لك اكتب لي مصطلح علمي، وعاء دموي يحمل دم غني بالاكسجين من القلب الى اجزاء الجسم، يبقى ده تعريف لمين؟ للشرايين. والمقصود بالمصطلح العلمي هو ان تقرا الجمله وتعوض عندي بكلمه او كلمتين. ما هي الأوعية الدموية التي لها جدر رقيقة جدا وتسمح بتبادل الغازات من خلالها؟ تبادل الغازات يعني ايه؟ تعطي ثاني أكسيد الكربون وتاخد أكسجين أو العكس، فهي الشعيرات الدموية. أما ما هو الوعاء الدموي الذي يحمل دما غني بثاني أكسيد الكربون ويعود مرة أخرى إلى القلب؟ فهي الأوردة. ممكن يجي لي سؤال كمان هنا في الحتة دي ويقول قارن بين الشرايين والأوردة. لما يجي لي سؤال فيه مقارنة بنرسم جدول ونضع فيه الشرايين والأوردة. ماشي، الأوعية الدموية. بعد كده هتكلم وأقول أنت قلت لي أن الجهاز الدوري بيحتوي على القلب وعرفناه، والأوعية الدموية وعرفناها، وبعدين عندي إيه؟ الدم. الدم يا ولاد يحتوي على نوعين من كريات الدم اللي هي خلايا دموية. يحتوي على خلايا دم حمراء وعلى خلايا دم بيضاء.
ما وظيفة الخلايا الدموية الحمراء وما وظيفة الخلايا الدموية البيضاء؟ خلايا الدم الحمراء هي المسؤولة عن حمل الأكسجين أو غنية بوجود الأكسجين من خلالها، يبقى يحتوي على خلايا دم حمراء غنية بوجود الأكسجين. ولما نكبر شوية هنعرف ان في مادة اسمها الهيموجلوبين. اما خلايا الدم البيضاء فبنعتبرها هي الجهاز المدافع عن الجسم، هو الجهاز الذي يهاجم اي ميكروبات او بكتيريا تدخل الجسم وتضره. يبقى خلايا الدم البيضاء تدافع عن الجسم، ممكن أقول وتهاجم أي بكتيريا ضارة أو ميكروبات أو ميكروبات. تدخل فين؟ تدخل إلى الجسم. الواجب عايزين نشوف الكلام ده معانا، معلش نعرض في كتابنا. ادي شكل للقلب وادي نموذج كمان مجسم للقلب، شكله شكل الكمثرى او بنقول عليه مخروطي الشكل، حجمه في حجم قبضة اليد، ويعتبر عضلة تضخ الدم في الأوعية الدموية. ادي شكل القلب بتاعنا. اما هذه الوسيلة فهي توضح لنا القلب ينقل من خلال الشرايين اللي باللون الأحمر الدم الغني بالأكسجين، فتنقله إلى جميع أجزاء الجسم، جميع خلايا الجسم. يحدث عندي اتحاد ما بين الأكسجين وما بين الأغذية وينتج عندي غاز ثاني أكسيد الكربون. خلايا الجسم دي اللي موجود فيها الشعيرات الدموية. يعود الجسم مرة أخرى يتجمع في وعاء أكبر فأكبر فأكبر إلى أن يصل إلى الأوردة، وهي أوعية دموية غنية بالدم الموجود به ثاني أكسيد الكربون والفضلات. ماشي يا جماعة؟ ادي شكل الدورة الدموية خلال جسم الإنسان. ناخد الواجب بتاعنا النهاردة، وزي ما قلت الواجب هنكتب فيه سؤال قارن نمرة واحد، قارن بين الشرايين الأوردة الشعيرات الدموية. لو سمحتوا أي سؤال يقول لي قارن الإجابة بتاعته لابد أن تكون في جدول. بنعمل جدول ونقسمه لتلاتة ونكتب هنا الشرايين ونكتب هنا الأوردة والشعيرات الدموية. سؤال كمان بس هنقوله سريعا، أكمل ما يأتي. سؤال رقم اتنين، أكمل ما يأتي. يتكون الجهاز الدوري من ثلاث فراغات. يبقى يتكون الإجابة بتاعتي من القلب، الأوعية الدموية، والدم. ثالث سؤال وإجابته كلمة واحدة، اكتب المصطلح
العلمي. وعاء دموي يحمل دما غني أو غنيا بالأكسجين والغذاء والماء. خليها والغذاء بس، غني بالأكسجين والماء، ده نمبر واحد. نمرة اتنين، وعاء دموي له جدار رقيق جدا ونكتفي بهذا القدر، وأتمنى أن نستفيد من هذا الشرح. وأي حد عنده أي استفسار أو أي سؤال فعلى موقع المدرسة اتفضلوا قولوه وبإذن الله نجاوب عليه. شكرا وتمنياتي بالتوفيق.